إذن في هذا المكان سقط برميل متفجر على مدينة الأطفال بريف حماة الشمالي. في هذا المكان برميل طبعا هذه هي ثانوية البنات، منذ عدة أيام سقط عليها برميلين متفجرين، وهذه إحدى المدارس. نلاحظ حجم الأضرار من جراء سقوط برميلين متفجرين دفعة واحدة على المدرسة. واضح حجم الدمار في هذه المدرسة بعد سقوط البرميل المتفجر عليها. واضح حجم الدمار في هذا المكان. وإذن هذا حجم الدمار في هذه المدرسة من جراء سقوط أحد البراميل في هذا المكان 4/6/2015.